السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، بنات رجل ولد امرأة، نحييهم احبابنا في المكان. وما تنساوش تبوناو معنا وجيب احبابنا في المكان، اي مشاهد تمناو يدير معنا هاد الاشتراك مع قناة زيتون مرجان. شحال الخيرات؟ 80 ما ناقص منها. لا كانت ب 50 60 هذيك السيمانة. ها؟ قلت لي جانا 80. غالي والله غالي. ياك؟ 100 درهم مش خالصة والله 100 درهم. شحال تقريبا في الصندوق؟ 30 كيلو. 30 كيلو. 78. الله يسهل عليك. شحال هذا الدجاج الاحمر؟ 40 ريال. وهذا شنو هي 40؟ باش ندير 40. تبارك الله. هذا الشيء راه وهذا هذا في ليو. هذا في ليو خاطر كنبيعو 3 ريال دابا 3 درهم، دابا 3 درهم. 4 درهم. 4 درهم، الحزمة وريني شوف الحزمة مالك. ها؟ شوف الحزمة كيفاش؟ 15 درهم. وعاد واسع بك الهضرة. وحلفت عليه. وهذا قبطه قبطه عامره ديال الفلاح بدرهم. وهذا اللبن شتك ديال الربيع واللبن اللبن تا هو ديال الدار ياك. وهاد البصله تا هي تاعتك البصله ديال الهيئه ديال بني خلط تا هاد خرجت تا هو ديال البلاد بعد دي بنت هاد واللبن راه عجبني وين لقيت راسي صايب. ايوا اش غدير؟ الفطار شرب. لا ما بقيتش عليه، ما بقيتش عليه. شحال فول شحال؟ 4 دراهم. ما قويتيش؟ انا بغيت نصوره. شحال قلتي لك الثمن الاخر باش تبيع؟ 70؟ 70 باش 60 70 وهذا سميتو هذا ربيع. هذا غير شنو؟ هذا ربيع؟ اه ربيع. ماشي ربيع، راه نعناع تو ملقم تيقول فيه الريح. قل وين نعناع المسكير؟ نعناع المسكير طايح في ليو ولا في ليو؟ حل في ليو، راه في ليو يعني هذا هذا رفع منه. هذا جهد من هذا بعدي بركم والله الا ما خدت. وهذه تيميشة. تيميشة شحال تتبيع القبطة هادو؟ درهم. هذا كرافس. كرافس بعد نوس بصبر فليجو هذاك عاد نديرو بحال كاينين جوج فليجوات ياك. انا حتى نبيعو درهم تو 30 درهم القبطة. قولي شحال القبطة قلت لك؟ تبارك الله. يا هنا في ولاد عبدون بخري بكا حي كل مشاهد قناة زيت المرجان. ولاد عبدون بخري بكا ولي ما عرفتش ولاد عبدون فين جات بخري بكا في المملكة المغربية. شحال باش تشتري؟ الكيلو الرابع شحال؟ 70 80 كيف كيف؟ ها؟ انت هادي 74 80 كل شيء هادي التصويرة شحال خرقوا 500 هادي سكرين كبير؟ سكرين كبير شحال؟ 900 ريال تيجي راه 800 في الحوايج. ها؟ 800 درهم في الحوالي و 800 حنا راه 840 باش شارينو كاع ياك. التحميره مستر صافي التحميره 500 درهم. ها سندار مليحه ولا الدار حتى كامل بلدي ولا اساس اش كنيتك انت؟ ها الاشهار ديالك والحاج الحاج قلت لي 160 160 160 كيلو 800 درهم غليتي كاينه 120 100
ويا ديما عندكم السجن واخا هاد الثومه تجيب شحال انتما خويا هاد الثومه ديال اسبانيا انتما خويا كدير الجمله خديتها ب 7000 ريال فيها 10 كيلو كرتونه ب 7000 ريال في 10 كيلو ثمن 700 ريال ان شاء الله الاحمر راه حين دابا غندخل ديال البلاد وهاد هاد الحاره شحال الحاره خويا 3 درهم ونص في الجمله تجي تاعت البلاد ولا تاعت اسبانيا لا هادي خويا تاعت اكادير هادي اكادير كيجيبوها خضاره في الجمله تتبيع وتشري فيها هادشي ياك علاش الحامض مغلية علاش دابا خويا اش غنقول لك دابا كيجي الواحد حساب باش ياخذ كتقول له 160 باش بحال يعطيك 120 ولا يعطيك 100 ولا 100 ولا 140 ولا قلت لهم ثمن معقول 120 ولا 100 الثمن المعقول راه ياخذ عندك غيعطيك 80 ريال راه غيعطيك السيره ولا ما غياخذش دابا تنسيت قدام باش زعما بحراجي مع قد ياك علاش حيت هذا قد ما صاب الغلا قد ما دابا الغلا حنايا الخضاره مزيانه ديال الغلا اش الغلا هو اللي كنبيعو نشريو فيه ياك الغلا تعاون ولا سميتو ولا الحاجه اللي كتناقصها في الثمن كتنقص لينا حتى حنا في سميتو دابا بشحال تبيع هذا الرابط تقريبا الثمن الاخر ديالها 120 رابعه صغيره وكبيره 240 الثمن الاخر ديالها 960 كاع 240 في الكيلو لكن 240 ها اللي عندي انا ها هذا واش تغديه حتى ولا اخر ما غاديش ياك هذا انا كيكسر لك كيلو ولا في كرتونه كيلو تصاور ما يعطيني يكسر لك كيلو ولا ثاني نص كيلو ولا كيلو ولا في كرتونه يعني كتقول يعني كت هذا 120 هذه 160 هذاك 240 هذيك 300 لا اخر 300 شنو لي ب 300 شنو لي ب 300 البلا ولي الشو والحراك الاول هذو كاملين 300 الكيلو 80 الرابع انا 120 هادي 300 كيلو الحارة 80 رابع 320 عرفت كيلو 300 15 درهم 16 درهم ثمن اللي باغي الرابع نحيي أي مشاهد قناة زيتون المشاهد في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن شبابنا في المكان هي 90 90 أبوهاج 190 90 4 دراهم ونص باش كاينه هادشي بشحال بعتي الخضره؟ عطا 100 علاش؟ عطا داير 70 80 في الماتش اها زادت غالية الخضرة اليوم وهاد خيزو شحال؟ خيزو والف اليوم بيع 80 ياك اصلا الرخيصة دايرة 15 ريال 16 ريال انت هي راه زادت كانت ب 12 ريال 12 في الجملة اه زاد برا طلع مرة أخرى دابا بشحال تتبيع؟ 40 فلفلة الدنجال الخيار 120 فلفلة صفر ما تزربش عليا بزاف هاد الكروب شيفرون 120 وهاد السلاوي شحال؟ السلاوي 1000 فرنك مشرى 100 دريال والنص بالنص بزاف والله شويه وشويه شويه غادي ما غادي يبقى داير الفرق غندير 160 140 حتى ال 100 تبدا تبيع في الاخر خويا خيار داير 120 خيار شحال 120 مخلطه خيار دنجال كورشيت خيار رباربا كورشيت هذا الدنجال وهاد الحامض تاعك الحامض تاعو ديالي شحال تا هو؟ 60 و 120 هذا بلدي؟ بلدي حافظ بلدي وما عندي ما نسالك وريتينا باش شريتي وباش غتبيع تبارك الله عليك الله يسهل عليك الله يسهل عليك الاخرين بدا 80 ريال علاش؟ غالية باع والدها ب 70 ودابا الخضر بشحال غتبيع كامل؟ كلشي 80 ها؟ كلشي 80 اخويا كنت نجرك الفلفلة كي كلشي الفلفلة كلشي خيار خيزو شحال؟ ها خيزو تو 80
كل شيء غت فكوس كل شيء الخيار 80 حيض على البصله ب 50 ريال طيح لي طنسيون انت كل جهاز لي طنسيون انت سير بعد منا خلينا ندير حاجه بغات تبرك لك المرافقات تاع سير بعد قلت دابا عندك 80 80 الثاني فايات واه ايه فايات لوكل 80 قول لي كاين جا واحد اخر باعها ب 70 جا واحد اخر باعها ب 60 كي داير السوق راه مربوط كنت جا واحد اخر يبيع ب 50 ايه فهمتيني تبيع 20 دابا فاش ما تكون السلعه قليله تتكون مزيوده وكنت الاثمنه مقاده بعدا ما كاينش كل شيء سيدي وحتى الفلفله وهذا الشيء هذوك كاع دوي عليهم هذوك العافيه الزرقاء فيهم ربي والله الا العافيه الزرقاء فيهم خي الزكار ب 400 500 ريال ب 1200 1000 ريال قدره كامله غاليه الله يسهل عليك بخير الله يحفظك الحمد لله شحال بعتوا الخيرات اليوم الله يحفظك ربي يسر ربي شحال بعتوا 80 و 70 لاباس عليك 80 و 70 باقي ما هبطتش هذه باقي السوق ديالها غالي ياك باقي غالي السوق ديالها مازال اليوم راه قال لك شويه زايده في اكادير تهرك لاف سلام الله يحفظك الله يبارك اليوم اخويا عندنا السلعه مليحه بشحال بعتيها خويا 30 ريال اليوم زيدو اهلا وسهلا 30 ريال سي سلعه مليحه 30 اليوم اللي صبحت غاليه بشحال بطاطا 80 جمله اليوم اها لا عقبوا باعوها ب 60 50 هو مال عقبوا باعوها ب 60 50 70 قالك دخلوا جوج فايات 30 ريال بصله ديالها ديال جقمه مليحه